معانا في الجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله. واحب افكركم ان احنا امبارح عملنا حاجات كتيره جدا مع اسرتنا اللي منورنا الاستاذ مالك والاستاذ تيم اللي شهير بتيمو ومامتهم وباباهم، والاستاذه حلا والاستاذ تيم برضو الشهير بتيتو ومامتهم وباباهم. تعالوا قبل ما نبدا كلامنا ونكمل لعبتنا ونروح على لعبه التسعينات نشوف ايه اللي حصل الجزء الاول. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بنقول لك اتبخ. الرئه عضو في جسم الانسان تعمل على ضخ الدم. غلط. امال ايه؟ القلب. برافو. انتوا جاهزين؟ جاهزين. النهارده قصتنا كلها بتدور في البحر. مين فينا ما بيحبش البحر؟ الله. رحله سعيده. رجعنا تاني بقى وتعالوا نبتدي على طول بفقره التسعينات واللعبه بتاعت التسعينات. والحقيقه ان انا وانا صغيره ما كانش في وقت بيعدي او حتى بريك صغير كده في اي كلاس الا ما بلعب فيه اللعبه دي. اتوبيس كومبلي، بس كنا بنجيب ورقه وقلم ونعمل الجدول بتاعنا، نكتب ولد بنت حيوان جماد وكده ونقعد بقى نشوف مين الاسرع. احنا هنا عاملينها بشكل مختلف، طبعا عارفين كلكم اتوبيس كومبلي اتورثت اللعبه دي، بس نلعبها بقى النهارده بشكل مختلف. كل واحد عنده بالونه فوق راسه. ايوه. وهنسال بقى بشكل عشوائي بسرعه جدا، اللي مش هيجاوب بسرعه بابا واقف وراكوا هيفرقع عليكوا البالونه. الله. عجبك انت؟ عجبك دي؟ حلوه دي، حلوه. انا هنا حلو. ماشي يلا بينا. جاهزين؟ قوي يعني؟ قوي. طب يلا قول لي ولد بحرف الميم. مالك زيي. برافو. مالك زيك. ولد بحرف الت. طيب. طيب. سهله اهو. ولد بحرف الراء. ر. ليه؟ ريه؟ يلا يا بابا، يلا يا بابا، يلا يا ده يا حبيبي مستقيم، تعالى على جنبي هنا، أنت طلعت بره اللعبة، يلا حبيبي تعالى. ماشي، بنت بحرف الشين. شمس. شمس. برافو. بلد بحرف التاء. تونس. تونس، أوكي. قولي لي بنت بحرف الجيم. بسرعة. جميلة. جميلة، برافو، إيه ده شاطرة قوي مركزة. بلد بحرف الكاف. كوريا. كوريا، برافو. بلد بحرف النون. النرويج. نرويج، برافو. ولد بحرف الالف. ايه يا بابا يا بابا يا بابا. عمر. ازاي؟ عمر عين. انت بتقول له عمر ولا بتقول له اي حاجه؟ اي حاجه. ولد بحرف ال ر. رامي. رامي، عيب. ماشي. بلد بحرف الكاف. كازاخستان. كازاخستان، الله. طيب بلد بقى بحرف ال. زال. 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 يلا بينا. عندنا هنا ام وعندنا طفلين، حلو جدا. نركز مع بعض. عايزه اكله بحرف الشين بسرعه. اكله بحرف الشين. اكله بحرف الشين. شوربه. شكله هتخسروا، اصل انت لو وقعتي خسرتوا خلاص. ماشي. عايزه حيوان بحرف الت. تمساح. الله عليكي. طيب حيوان بحرف الر. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. يلا يا بابا. خسر الفريق ده مع
التسعينات، تعالوا نشوف ايه التحدي اللي احنا داخلين عليه على طول. برافو. لعبة التحدي، اللعبة المفضلة عندي وهتبقى مفضلة عندكم دلوقتي حالا. ليه بقى؟ حضرتك امسكي الكورة كده، سيادتك امسكي الكورة كده، هنشر الكورة دي في دماغ جوز حضرتك. جوز حضرتك مش هيستخدم ايده خالص، والمفروض هنشوف مين بقى اللي هيدخل الكور في بعض. طبعا عندنا الأستاذ تيم والأستاذ مالك ورا عشان الكور لما تيجي هنجيبها بسرعة لماما. جاهزين؟ يلا واحد واحد بقى، انا هعد هنا تلا ترمي، هعد هنا ترمي. جاهزه؟ جاهزه قوي انت جدا. يلا يلا حبيبتي، شفتكيش متحمسه في لعبه كده؟ دماغه على طول، دماغه على طول. يلا بينا، حلاوه بيحبوا بعض قوي. يلا يا ماما، واحد. ايه ده ايه ده، انت حنينه قوي. واحد يلا. دخلت جون. واحد صفر. اتنين. الله الله الله. يلا اتنين اتنين. يا ايه ده، انت بتمهله بالراحه كده ليه؟ ثلاثة ثلاثة. أربعة. برافو. أربعة ماشي. خمسة. أسرع بقى، خمسة. يلا خمسة بسرعة، خمسة. يلا لا 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 لا. ستة. يلا يلا ماما، خد يا ماما. مش في دماغ ماما يا حبيبي. يلا ستة ستة. أيوه. ارجعي ورا شويه، بلاش خمس، ارجعي ورا شويه. ماشي يلا، سته هنا وسته هنا. سبعه. يلا. ها برافو. سبعه. ها برافو. ثمانيه. جاهزه ماما؟ حماس رهيب. برافو. ثمانيه ماشي كده. واحد واحد. فاضل كورتين. يلا تسعه. الله 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 ماشي. تسعه. الله 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 ماشي. اخر جول، اخر كوره. انت بجد بقلب؟ ها معلش، اللعبه كده هنمشيها اللعبه كده. 10 اخر كوره يا عيني، دي بتنيها بجد. برافو. 10 اخر كوره. يا نهار ابيض على الجول. اخير. وبكده يبقى 2-1 للفريق ده. برافو برافو برافو. حماس وحلاوه وحاجه جميله جدا. تعالوا نشوف التحدي اللي بعده، الاحمر ولا الاصفر، هم اللي هيكسبوا. يلا بينا على طول. لسه مكملين معاكم العاب التحدي، وده التحدي التاني، وهنشوف بقى مين من الاسرتين اللي هيوقع برج ده. عارفين اللعبه دي كويس صح؟ اه بها حب بقى. هنشوف مين فيكم بقى اللي هيبقى مسؤول عن ده، ونبتدي بالابهات على طول عشان بحب احملكم المسؤوليه. فتعالى بقى يلا كده استاذ اسامه. على طول استاذ اسامه الاول. بابا الاول. مفاجاه. ايه المفاجاه دي؟ هو الاول وبعدين ايه حضرتك. يلا. انا الاول كمان. انت الاول كمان. هنعمل ايه؟ اليمين بقى. ها شكلها طعم الاول وحاجه في منتهى اللذه. الله برافو. اتفضل. يلا يا هينو. اتفضل. خلاص المهم بقى. ايه الثقه دي؟ ايه الثقه دي؟ يلا يا ماما. طعمك انا صح. ده انت كمان ايه؟ ده انت بتلعب اللعبه دي كتير. انا عارفه الحركه دي. ايه ده؟ انا مفيش خالص. ايه مفيش توازن؟ مفيش اعصاب؟ مفيش ايه بالظبط؟ الله 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 الله. ماشي. لا لازم تحطيها في النص. وانا ما قلتلكيش ان انت لازم تحطيها في النص بالطول كده؟ اه هو اللي عمله فيكي كده يا مامي. لا لازم تنزل مكانها. هو انا ما قلتلكيش برضه انت لازم تستخدمي ايد واحده بس؟ ايه ده؟ شفتي بقى؟ برافو. ممكن ما تقوليش بقى الحاجات اللي انت قلتها دي كلها؟ يلا يا ماما. يلا يا ماما. اديني قلت لك كل حاجه يا ماما. يلا يلا يا ماما. يلا يا ماما. يلا يا ماما. ما بالراحه. يلا يا ايه. يلا يلا يلا. عايزه هي قوه، عزيمه، اراده. اوبا. هيقع؟ هيقع. مش هيقع. مش هيقع. ما وقعش. بيقع. ايه وحطها فين؟ عادي جدا. وحطها فين؟ العكس. هنا كده هنا. برافو. يلا يا مريم. يلا يا تيمو. شكلك ايه هادي؟ الله واثق. يا سلام يا ولاد. يلا يلا يا هلا. هلا خدي بالك يا هلا. يلا. خدي بالك يا هلا، واضح ان في تحذيرات وخوف. ايوه يلا نخلي بالنا. ايوه هو ليه؟ اه على فكره انت لو اتحركتي حوالين ده بيهز
التاون بس ايه؟ ايوه يا حلا اللهم بلغت اللهم فشل. ايوه يا حلا يلا يلا انا هساعدك تحطها بس انت شايل بالراحه بالراحه. ايه الثقه دي؟ ايه الثقه دي؟ شطاره هتعرف؟ خلابي ناس. لا برافو. لا برافو ماشي مش هساعدك انت طويل. ايوه ماشي خد بالك يا تيمو خد بالك يا تيمو. وقع يا تيمو. بدو ايه ده؟ ايه ده فعلا؟ ايه تيتو ده؟ ايه تيتو ده؟ شكل تيتو هيهد البرج. ما بلاش شكله. بلاش بلاش. لا 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 خد واحدة ما تسحبش. خد واحدة لا 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 دخل ايدك كده. ها تركيز تركيز. لا لا سيبوه سيبوه يا جماعة. هو مركز الراجل مركز الراجل مركز. خلي بالك خلي بالك صعبها جدا. خلي بالك وانت بتحطها صعبها جدا على اللي بعده يا جماعه صعبها جدا على اللي بعده. بس شكرا. الله انا خايف صعبها جدا جدا. تعالى حضرتك هنا. انت قلت بابا بيخسر على طول صح؟ يلا ان شاء الله خير. انا بتحرك انا هطلع بره عشان ايه؟ عشان انا ماليش دعوه بالمسؤوليه دي. براحتك قال لي اللي انت عايزه. انت بتتحرك ده موضوعك بس انا ايه رجعت ورا. يا نهار ابيض يا بابا. يا بابا ده خلي سوري ثقه. يا نهار ابيض يا بابا. لا سيبني اصلا. ما بتكسبش في اي حاجه انا فاكره. ايوه ايوه لكن هتكسب دلوقتي ولا ايه؟ خلي بالك خلي بالك. انا كده اللي هوقع. وقعها وقعها ولا ايه؟ لا. طب شوية ثقة في بابا، شوية ثقة في بابا، بابا عملها صح. ساعدني. الحمد لله يا عيني كان حاطط ايده على قلبه وانت راجع كنت هتوقعها. خلي بالكوا عشان لو وقعت وانتوا راجعين انا راجعة ورا. انا عاملة اللي عليا. واحدة بس يا فندم. واحدة بس ايد واحدة. حضر روح المهندس اللي جواك يا هاني. حضر روح المهندس اللي جواك يا هاني. ايوه يا رب يا رب. حضر روح المهندس. فين الروح الرياضيه؟ طيب بص لها ازاي؟ معلش 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 لو وقع خلي بال حضرتك من نحطها بقى للفاكهه. يلا وخلي بالك وانت راجع. خلي بالك وانت راجع. برافو. يلا يا ماما. يس. الموضوع ابتدى يبقى متطور. انا شايفه ان هو بيديكي نصايح تيمو. ها بقول لك امسكيها من تحت مش من فوق. هل هتسمعي كلامه؟ هل هتسمعي كلام ابنك حبيبك؟ ايه ده هو انا اللي بعديها؟ اه انت اه عليها بقى ونجيبها. تصدقي ان انت اللي بعديها فعلا؟ ايه؟ لا هي انت ما تركزيش معايا بس حسب. ما حدش يفضها. الله الله ايه سمر؟ ايه سمر؟ يلا يا سمر يلا يا سمر. برافو يا سمر. اه برافو يا سمر. الله على الهدوء يا سمر. الله على الضبط النفسي يا سمر. خلي بالك وانت راجعه يا سمر. ايد واحده يا سمر حطيها يا سمر وارجعي مكانك ويا رب ما تقعش. ونخش على ايه؟ انت بتحطيني في حته صعبه قوي يا جماعه. خلي بالك وانت راجعه. اه بالراحه كنت هتقع. مش عارفه بقى بتتلكك. هي بتتلكك وشكلنا ايه يا ماما؟ حاولي تطلعي بره المأزق ده يا ماما. انا لازم اطلع. هيقولوا لك وقعتي البرج يا ماما. هو واقع اصلا. ايوه ماما هي اللي صراحه. الله يكون في عونك. حطت يلا هتبهركم ماما هتبهركم. انا حاسه ان ماما واحده بس. ايد واحده. واحده بس. ايد واحده. واحده بس. ايه وبلاش الحركات دي. الموضوع بيزداد صعوبه بالغه. كنت هتقع. اه حطي. اه ايد واحده. ايد واحده والله. ايوه برافو. خلي بالك يا ماما انت راجعه. بالراحه وانت راجعه. بالراحه وانت راجعه. تعالى اقف جنبي هنا عشان ما نبقاش احنا لينا دعوه. حركي بالراحه وانت راجعه. هي كده خلاص. هو لو وقعت وانا ماشيه يبقى انا اللي وقعتها وانا مالي. اه انتوا ابتديتوا تسحبوا وانتوا داخلين. الموضوع موتر عامه. انا معاكم. الله تكتيك بقى تكتيك. طقع بقى ارجوك وقعها. تكتيك بيفكر بيتأنى. موضوع عايز تركيز. هو بيعمل ايه؟ بيحسبها. واضح ان هو بيحسبها. بالراحه بالراحه. بس تفكير منطقي ولكن في غاية الصعوبة. في غاية الصعوبة. إن شاء الله إن شاء الله في غاية الصعوبة. أنا نفسي اتوتر. أصل البتاع بقى فوق مهزوز قوي. لا لا ما يلا. ها؟ لا هو بيتهز بتاعها أصلا. صعبة. راحة خالص. راحة خالص. راحة خالص. هتقع ولا إيه؟ إن شاء الله مش هتقع. الراحة تقع حبيبي. ها
يا عيني برافو جدا. ما تتغرش وانت بتحطها وانت راجع. برافو جدا يا تيمو وانت راجع، خلي بالك شطاره. يلا يلا يا حلا جربي كده تتهز بس. يلا يا حلا زي ما انت شايفه الهدوء المكان. شوفي اللي قدامي فاهم فين. تأني شكلك متأنية يا حلولة. حلا هتوقعها؟ لا لا ليه كده، عايزين نشجع حلا. يا ماما يلا يا حلولة يلا يا حلولة يلا يا حلولة يلا يا حلولة برافو تفكير قمة في الذكاء. برافو بالراحة خالص انت بقى فيك. أنا خايفة. يلا يا نهار أبيض عليك. أنت متأكد؟ بالراحة جدا بالراحة جدا. حبيبي مش عايز ينزل اصلا. ماشي انا هساعدك في دي. انا خايفه استنوا بقى استنوا اوعوا اوعوا انا فعلا اللي انت عايزاها. يبقى كده افضل عليك انت. يبقى انت اللي كسبتي. برافو برافو عليك. يلا برافو فعلا بس صعبها قوي قوي بقى. ما بقاش مرتكز خالص البرج. ما بقاش مرتكز خالص. ندور على حته مضمونه وسهله ايوه. موضوع محتاج تفكير وتكتيك وتخطيط. ممكن من فوق ممكن من تحت ولكن الموضوع في غاية الصعوبة. أنا ابتديت أتوتر. أنا شكلها كده رايحة خلاص. شكل أيوة برافو والله العظيم برافو. مو أيوة إن شاء الله. برافو برافو يا تيمو. خلي بالك وأنت راجع تيمو. لا ثانية بقى بروح. برافو يا تيمو جدا نظم. منظم. يلا يا انا حاسه انها هتيجي على حد والله من الاول. انا عارفه من الاول. يلا ان شاء الله ربنا يستر. انا ثقه ثقه هتيجي مننا احنا ثقه. ايوه انا جاوب لك اللي انا قلت لك. يس احساسي ما بيحبش والله. هو اللي كان حاططها. هو اللي كان هو اللي كان بقى ونبتدي نرمي اصابع للتام. المهم ان احنا عندنا تحدي تاني هنشوف فيه مين هيأدي ازاي. يلا بينا نروح على اللي بعده على طول. لعبة التحدي بقى معانا النهارده ما بين تيم وتيم. طبعا انا هيبقى عندي مشكله لان انا اللي بحرككم. ففي مين تيمو؟ انا. ومين تيتو؟ انا. نركز في الت بقى وفي الميم علشان هنتلخبط جامد جدا. ما حدش يتحرك غير لما اقول لكم اتحركوا. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ يلا بينا تشجيع. ريدي ستادي جو. تيمو تيتو تيمو تيتو. الله يا تيم ما تتحركش ما تتحركش يا تيم ما تتحركش. اتحركوا اتحركوا خطوتين اتحركوا خطوتين. انت كمان وانت كمان معانا. برافو تيتو. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في البلاي ستيشن. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. جينا بقى لفقره البلاي ستيشن ونفتكر مع بعض ان احنا اول الحلقه كانت مشكله الاستاذ مالك ان بابا دايما بيخسر في البلاي ستيشن فقرر ان هو اللي هيلعب النهارده واللي هيلعب الاستاذ تيم. قوي انت بقى؟ يعني انت هتبقى احسن من بابا؟ اه. انت اللي هتكسب يعني؟ خفت انت. طب هنشوف انت اخترت فريق ايه؟ بي اس جي. بي اس جي اللي هو باريس سان جيرمان صح كده؟ وانت؟ مانشستر سيتي. مانشستر سيتي نايس. اختيارات لذيذه جدا. نبتدي الماتش على طول ونقول يلا بينا. معانا بي اس جي ومعانا مانشستر سيتي بيلعبوا. ابتدوا داخلين سخنين جدا جدا جدا. يا نهار ابيض يا جماعه. ايه ده 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 ايه اللي بي... الله 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 ده احنا لسه بنقول يا هادي لسه بنقول احنا مش عارفين. يا عيني هم قالوا مين اللي جاب الجون ابننا. برافو برافو تيمو.
ماشي كده عندنا جون 1-0. نشد حيلنا احنا قاعدين بنلعب بدل بابا. يلا يلا كده مانشستر سيتي 1-0. يلا يا تيم. يلا يا تيم. يلا يا مالك. يلا دايم. قطعت منه. دايم دايم. يلا يا مالك. مالك بيشد حلو اهو. بس تيمو مسيطر على مانشستر سيتي داخل سخن جدا وشكله هيجيب الجون الثاني. ايه ده الله اكبر فعلا دي شطاره وحلاوه الطعامه دي ولا ايه؟ 2-0 صح شويه يا مالك وافكرك ان انت اللي قلت انا اللي هكسب. يلا بينا. يلا بينا. يلا يلا تيمو بقى ايه؟ مالك يلا يا مالك. ايوه يا مالك. امبابي امبابي ده ولا ايه؟ اه بس حلوه ومحاوله ظريفه بامبابي حلوه جدا جدا جدا. الله يا مالك. ايوه يا مالك على الترقيص. ايوه يا مالك برافو يا مالك. شكله يعملها ولا ايه؟ شكله يعملها لامبابي. انفراد. اه وحشه بس حلوه جدا. معلش يلا. ايوه بقى يلا بقى هجمه بقى عايزين جون واحد. ميسي بقى جون بقى يلا بقى. الله شفت اما بنفاصي بنعمل ايه؟ بنعمل احلى شغل. خلص الشوط الاول 2-0 لمانشستر سيتي وشغل عالي 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 يعني من تيمو. بس بدينا الشوط الثاني والاستاذ مالك وباريس سان جيرمان نازل وعايز شكله يعوض ولكن خد دفعه ثقه. ايوه مانشستر خد دفعه ثقه و هجمه منظمه جدا لعبه جميله فريق منظم بيفاصوا بيه. اوبا شفتوا النظام واللعبه الجماعيه لما بنفاصل بعض بيحصل ايه؟ حلاوه وطعامه. 3-0. يلا افتكر ان انت قلت يا بابا انا اللي هكسب. يلا 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 يا مالك. ايوه بقى يلا يا مالك بقى جون واحد جون عشان خاطر يلا نشجع مالك شويه. يلا يلا ايوه يا مالك. ايوه يا مبابي بقى. مبابي ليه بيلعب لوحده يا مالك؟ يعني فاهم من قاسي هو شاطر وكل حاجه بس الله شايف بقى شايفه الحرفانه. الله على الحرفانه. مانشستر منظمين جماعيه لعبه جماعيه جميله متعه حلوه قوي يباصوا لبعض ويدوا لبعض بس الانانيه بتبقى وحشه وحشه وحشه. كل واحد عايز يجيب هو الهاتريك والجون واحنا قاعدين. يلا بينا يلا بينا. يلا يا مالك بقى شكله داخل على الجون. ملك هجمه حلوه ليه بنقطع. يلا 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 تشيلسي جنبك. يلا يلا لا 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 مش ممكن الحرفان مش ممكن يا تيمو الحرفان. ايوه يا تيمو بقى 4. مانشستر بيأدي اداء عالمي يا جماعه. افتكر ان انت قلت انا هكسب يا بابا. عايزين جون واحد يا حبيبي. يلا بينا 4-0. مكملين معاكم. يلا يا مالك. حلو حلو يا مالك. حلو يا مالك. حلو حلو قوي. مالك مسيطر. لو نباصي يا مالك لو نباصي لو نباصي لو نباصي لو اللعيبه جم كده اهو نباصي اهو يا مالك. برافو يا مالك. الله حلوه يا مالك قوي. بس شفت اما بنباصي بنعمل ايه؟ حلوه قوي قوي. يلا برافو 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 يا ملوكي. برافو مالك مركز تركيز عنيف. ايوه بقه بيطلع فوق. ايوه هنجيب الجون. يا سلام حلوه قوي يا ملوكي. ايوه يا ملوكي بس كلمه السر اللعبه الجماعيه نباصي نكسب ان شاء الله. كلمه السر. برافو يا ملوكي ان شاء الله هتيجي. يا عم خليه يدخلها يا عم بقى ده انت ايه ده. يلا يلا يا ملوكه هيجيبها والله هيجيبها عندي ثقه عمياء ان شاء الله. ايوه يا مالك. ايوه يا مالك. بص يا مالك احنا كتير اهو بنباصي اهو جنبك اهو يا مالك باصي حلو قوي. برافو يا مالك قوي. سر الصنعه سر اللعبه. معلش ايه ده عليا يا ملوك. برافو يا ملوك قوي. حلو قوي يا ملوك. حلو قوي. يلا حلو جدا. شوف كلمه السر الجماعه روح الجماعه يا جماعه. ايوه بقى ايوه يا باريس سان جيرمان. ايوه يا باريس سان جيرمان. حلو قوي حلو قوي المباصيه. فريق رجع بقى يتكامل وبيباصي صح قوي قوي. معلش اوف سايد بس ابتدينا نبقى اي حاطين رجلينا كده على خطه ثابته ان شاء الله مالك هيعملها باذن الله. جون واحد انا مش عايزه حاجه. يلا يلا تيمو برضو مسيطر على الملعب. المدرجات ساكته المدرجات ساكته المدرجات ساكته. ما يعديش ما يعديش. ناخد بالنا خطر قوي دي يا جماعه خطر قوي خطر قوي. حلو حلو قوي قوي. هو ده الدفاع يا ملوكي. اصحابي كده. ايوه يا ملوكي اقطع عليه. برافو يا مالك. باريس سان جيرمان اهو بيستعيد الكره. حلو قوي الهجمه حلو قوي قوي قوي. يلا انباصي. برافو برافو برافو. شكلها جوندي ولا ايه؟ ان شاء الله هتيجي. استنى بقى سيبه يدخل جول. يلا بقى يلا بقى والنبي والنبي.
يا ولد يلا بقى يلا يا ملوك. يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض على مانشستر سيتي. ما بيضيعش وقت يا جماعه، ما بيضيعش وقت، مش ممكن. بره قلشه وحشه قوي، الثقه الزايده بتودينا في حته. انا كنت عايزه اعرفها لك بس هي ماشي ماشي. حاسه حلوه منك، جت قلشه بس حلوه. يلا ايه ده ايه بس، يلا يا ملوك يلا. ايوه تيمو قربنا نخلص، فاضل دقيقه واحنا 4-0 لصالح مانشستر سيتي. يعني يلا يلا هجمه بس، طب يلا هجمه بقى مانشستر. الله 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 الله، مش هينفع. برافو يا ملوك، والله برافو، دفاع قوي، دفاع قوي جدا من باريس سان جيرمان، بيلعب بكل جوارح. ايوه يا جماعه بنلعب في وقت الضايع، بنلعب في وقت الضايع واخر ثواني. مبروك مانشستر سيتي 4-0، برافو عليك يا مالك، شكلك حريف بلاي ستيشن. معلش يا ملوكي بس جود بلاي جدا جدا جدا، وكسب كده مالك. تعالوا ايوه ماشي يلا ارجعوا مكانكم بقى. ايوه سوري، اللي كسب طيب ومش مالك مانشستر سيتي مش باريس سان جيرمان. تعالوا بسرعه بقى نروح نشوف مين هيكسب في كونكت فور. كونكت فور النهارده الاسرتين كاملتين بيشاركوا فيها، هنشوف بقى روح التعاون والتكتيك هيبقى حاصل ايه. طبعا كلنا عارفين بنلعب كونكت فور ازاي، بس احنا طبعا ايه زي ما انتم شايفين مكبرينها لكم شويه، فعشان كده هنشوف بقى انهي اسره هي اللي هتحقق وهتعمل اول صف مكون من 4 كور. جاهزين؟ قلنا نبتدي بالابهات علشان نحملهم المسؤوليه كالعاده، الابهات كلها هي ايه اللي عليها المسؤوليه كلها. يلا بينا؟ يلا هنقول ريدي ستدي جوه، نبتدي على طول بس هي واحد واحد يعني. يلا استاذ اسامه ريدي ستادي كو. النبي جميل ومطيع. يلا اللي بعده، تعالى يلا يلا اللي بعده اللي بعده. يلا ممكن نشيل يا بابا، ممكن اي والله من غير ما نشيل من غير ما نشيل. برافو ملوكي، برافو برافو برافو. ايه الحلاوه دي؟ يلا ارجع بسرعه، ارجع تاني ارجع تاني. اللي بعده يلا يا سمر. الله يلا يا يا نهار ابيض ايه. يلا اللي بعده اللي بعده. يلا شطاره حلاوه طعامه لذيذه. ايه الحلاوه دي؟ مفيش حد يلا والنبي انت جميل شبه. يلا بنستدعى عصافير يلا مش يا تمام. اي ها مفيش مفيش في نفس الوقت. يلا يلا يا ماما يلا يا ماما. استني ماما هنا الاول. يلا يلا استني اول ماشي. يلا هي الاول بس يلا ماشي كده. عملنا في هنا خطا، في هنا خطا، نركز الاسره دي تركز. يلا اللي بعده يلا يا تيم. الله يلا اللي بعده اللي بعده. برافو يلا اللي ايه اسرع اسرع. يلا يا ماما يلا يا اصفر يلا يا اصفر. يلا يا ماما يلا يا اصفر. يلا يا احمر. الله الاصفر دخلت شكلنا كده قربنا. يلا يا احمر نفس نفس الموضوع. فاضل كره هنا عند الاحمر، حاول تقفل عليهم حاول تقفل عليهم. برافو حاول تجيبها انت ماشي. اصفر فين لازم يقفل عليه، يقفل عليه بسرعه. خلاص يا ناس ماشي حلو قوي، محاوله رهيبه. ثاني اصفر الاول اصفر ها اصفر. يلا برافو احمر. الله شكلها كانت هتيجي. يلا يا ماما بسرعه يا ماما هات. يلا اصفر اصفر برافو احمر. نركز نركز. ياه كانت هتيجي كانت هتيجي بس حلو بونا حلو. نركز. بابا بيحاول يقطع عليهم. بابا بيحاول. يلا فريق ايه حاول تقطع هنا ماشي، حاول تجيب هنا. يلا انت وفاضل لك واحده. الاصفر يركز. الاحمر فاضل له كوره. برافو برافو. والاصفر فاضل له كوره. كوره هنا او كوره هنا هنكسب. كوره هنا اصفر او كوره هنا احمر هنكسب. يلا نحاول يا نقفل على بعض يا نجيب. وقد كسب كسب الفريق الاصفر معانا حاجه جميله جدا جدا جدا. مبسوطين اخيرا. يلا بينا بقى نروح على يحيى وكنوز ونرجع نكمل كلامنا تاني ولعبنا وحكينا وحركاتنا كلها. بيكو يا اصحابي، دلوقتي البالون هياخدنا ويطير لمغامره جديده مع يحيى وكنوز بسينو في مصر القديمه. يلا بينا نستكشف. يا سينو احنا بندور عليك. اعذروني يا ولاد انا كنت مشغول شويه عنكم. وكنت مشغول في ايه بقى يا سينو؟
كنت قاعد قدام الاختراع العجيب اللي في زمنك ده اللي اسمه تلفزيون يا سينو مش تلفزيون. التلفزيون يا سينو بالنسبة للوقت اللي احنا فيه ده اختراع قديم على فكرة. البشرية عرفت بعده اختراعات زي الموبايل والانترنت والأقمار الصناعية وحاجات تانية كتير. هو انت بقى اللي بوظت التلفزيون؟ ده لو بابا عرف هاي. عندنا في المدرسة حفلة تنكرية وقالوا نختار ملابس لأي عصر قديم، بس بشرط نتكلم عن معالم العصر ده ونعمل زي مشهد تمثيل كده. طب وانتوا اخترتوا انهي عصر؟ هنبقى اخترنا ايه يعني يا سينو؟ طبعا هنلبس الزي المصري القديم. انا عن نفسي هلبس زي الملكة نفرتيتي. وانا كمان. هتلبس زي نفرتيتي يا يحيى؟ لا يا سينو، هلبس الزي الملكي. يبقى كده لازم تعملوا مشهد يليق بزي الملوك. مشهد التتويج. بعد ما الكاهن الأكبر هيلبسك التاج، هتقف وسط المعبد وحواليك شعب كيميت وكل طلاب البيرعنخ، وهتشوف مطالبهم. البيرعنخ ده هو بيت الحياة باللغة المصرية القديمة، صح يا سينو؟ صح يا كنوز. واللي في زمانكم بتقولوا عليه مدرسة وكان مبنى ملحق بالمعبد. ايه رأيكم احكي لكم عن اهم واشهر معابد مصر القديمة وانتوا تختاروا وتحكوا لاصحابكم يوم الحفلة؟ ايه رأيكم؟ فكرة حلوة يا سينو، موافقين. مفيش حضارة في العالم كله ولا شعب ربط المعتقدات اللي عنده بحياته اليومية زي ما المصري القديم عمل. شعب كيميت اهتم انه يبني المعابد والمقابر من أفضل مواد البناء اللي موجودة في العصر ده، وعلى العكس بنى بيوته اللي عايش فيها من الطوب العادي. ومفهوم أو فكرة المعبد موجودة من عصر قبل الأسرات واستمر لحد العصر المتأخر من الأسرات المصرية القديمة. طيب قول لنا بقى يا سينو أهم وأشهر المعابد عشان نحكي عنها لأصحابنا. أول معبد ممكن نتكلم عنه هو معبد الكرنك. معبد الكرنك واحد من أجمل المعابد المصرية القديمة، خصوصاً تصميم عمدانه المميز اللي على هيئة زهرة اللوتس، ده غير النقوش اللي على جدرانه، وتعتبر وثيقة ضخمة لتاريخ كيميت بداية من عصر الدولة الوسطى. هو معبد الكرنك اتبنى وقت ملوك الأسرات الوسطى ولا ملوك الدولة الحديثة؟ اللي بناه ملوك من الدولة الوسطى، لكن ملوك الدولة الحديثة اهتموا بيه وأضافوا ليه مباني تانية كتير جداً، عشان كده يعتبر التخطيط الهندسي لمعبد الكرنك مختلف عن باقي المعابد المصرية القديمة خالص. معبد الكرنك ده اللي فيه طريق الكباش اللي بيوصل بينه وبين معبد الأقصر. أنا قريت عن معبد الأقصر، اللي بنى المعبد ده هو الملك أمنحتب الثالث، واللي أضاف ليه كان الملك رمسيس الثاني، وعشان كده هنشوف هناك تماثيل كتير للملك رمسيس. ومن أشهر الأعياد اللي كان بيشهدها المعبد هو عيد أو مهرجان الأوبت. إيه هو عيد الأوبت؟ ده عيد كان بيحتفل بيه المصريين القدماء كل سنة في موسم الحصاد. الاحتفالات كانت بتبقى ما بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك في طريق الكباش اللي واصل ما بينهم. وعلى فكرة كمان الملك رمسيس الثاني شيد معابد تانية منهم معبد الرمسيوم. ودلوقتي بقى هكلمكم عن معبد حتشبسوت، المعبد اللي صممه المهندس العبقري سننموت، وهو اللي أشرف على بناء المعبد بأمر منها. والمعبد مكون من مدرجات متصاعدة في تصميم هندسي يشبه معبد الملك منحتب الثاني اللي كان واخد نفس الشكل الهندسي. ومن أشهر النقوش الموجودة في المعبد لحد دلوقتي هي رحلة التجار لبلاد بوند والعودة بحيوانات ونباتات ما كانتش موجودة قبل كده. أيوة كده كمل. بس ليه نفس المعبد ليه اسم تاني في زماننا؟ معبد الدير البحري. ما احنا قلنا يا كنوز إن الأسماء وارد تتغير بمرور الزمن وتغير العصور. الاسم ده اسم حديث ظهر في القرن السابع الميلادي وخاص بالمنطقة اللي فيها المعبد كلها. وطبعاً في معابد تانية كتير زي معبد فيلة اللي مبني وسط جزيرة، وعشان توصله لازم تعمل رحلة نيلية لحد مكانه. ومعبد إدفو
ومعبد دندرة اللي لسه محتفظ بجماله المعماري كأنه اتبنى من وقت قريب وغيرهم كتير. ودلوقتي بقى يا ولاد قررتوا هتحكوا عن أنهي معبد لأصحابكم؟ أنا هتكلم عن معبد الأقصر. وأنا عن معبد الدير البحري. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قالوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ كان حلو قوي. لو بتفكروا تزوروا معبد، تزوروا معبد إيه؟ أنا نفسي أشوف معبد الكرنك. أنا نفسي أشوف معبد الأقصر وطريق كباش. وفي معابد كتير زي معبد أبو سمبل اللي يعتبر معجزة معمارية لأنه اتحفر جوه جبل في عهد الملك رمسيس الثاني. أنا بابا قال لي المعبد اتنقل من مكانه. ده حقيقي عشان ما يتعرضش للغرق بعد بناء السد العالي في أسوان. وبكده خلصت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة. لعبنا واتبسطنا وضحكنا وطبعا محتاجين ناكل اي حاجه تدينا طاقه كده. والنهارده الاكل اللي معانا اكتر الاكلات اللي بتدي طاقه، والعصير اللي معانا من اكتر العصاير اللي بيبقى بيدي مناعه قويه جدا 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 علشان الفيروسز بتاعه الشتاء. واحنا طالعين بقى من فيروسز ومش عايزين فيروسز تيجي لنا تاني. صح صح. طب مين لا ايه عايز فيروس؟ صح ماشي. مين بقى بيعرف يطبخ اصلا ويعمل حاجات حتى لو بسيطه؟ كلكم. طب قول لي بقى واحد بتعمل ايه احلى حاجه يعني؟ ها بعرف اعمل برجر. برجر نايس. بعرف اعمل حاجات كتير قوي قوي يعني. شكلك طباخه شاطره وتساعديني النهارده. وانت بتعمل ايه حلو؟ انا عصير. انت واقف في التخصص الصحيح. وانت بقى بتعمل ايه؟ بوب كورن وعصير. يا ولد طيب انتوا النهارده هتعملوا لنا عصير جوافه. هل حد عارف ايه هي اهميه الجوافه؟ قولوا لي. فيها فيتامين بي تقريبا. برافو. وايه كمان؟ لا مش عارف. صح، في ماجنيسيوم وفيتامين بي وبيقوي المناعه جدا. طبعا انا مش محتاجه اشرح لكم هنعمل عصير ازاي. انتوا عندكم جوافه وسكر، عيشوا حياتكم. اما بالنسبه لاكلتنا تفتكروا هنعمل ايه؟ تفتكروا ده ايه؟ حاجه حلوه ولا حاجه حادقه ولا لحمه؟ لا. دي فرخه؟ لا. دي بتسمى تمر. هنعمل النهارده كرات التمر او الديت بولز. لذيذة ويامي وبتدفي في الشتاء ومغذية جدا، كلها حاجات مغذية جدا. سيبوني انا بس ايه عشان احنا طبعا الحاجات السخنة كبار هما اللي بيستخدموها. هنبتدي نساعد بعضينا بقى كده. اعمل عصير ونسخن. ايوه ابتدوا، انتوا لسه ما ابتديتوش. انتوا شغالين في العصير واحنا شغالين هنا ايه في المكونات اللي عندنا. دلوقتي بقى يا اساتذة عندنا ايه؟ نسيب بس الطاسة تسخن. عندنا زبدة. وايه دي؟ ده يوجر. ده مش يوجر، ده مش زبادي، ده قشطة. زبدة وقشطة وده دقيق سميد معمول فيه لبن بودره، واحنا اوريدي حاطينه شويه على النار علشان يصفر. اوكي، دقيق سميد فيه لبن بودره اوريدي مجهزينه ان هو يبقى على النار عشان يبقى واخد اللون. وده بسكوت مقطع. اوكي مكسر يعني. تيجي بقى نشوف هنعمل ايه. ايه يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه نحطها ايه تفتكروا؟ الزبده. طبعا الزبده طبعا. ايوه بتعرف تطبخ بقى. ما انا كنت هقول كده بس. انت كنت فاكر ايه؟ انا كنت هقول كده بس. ماشي. طب لا سرعه بقى كده في الاداء. مين هيساعدني بقى يفضي الحاجات دي ويحطها ده؟ ماشي. هو تايم جنبي فممكن يتيمه. ننزلها تحت. اوكي ننزلها تحت فين؟ تحت. ماشي. ونحط بقى الايه القشطه اللي انتوا كنتوا فاكرينها مش قشطه دي عليها على طول كده اهو. اتفضل. وانت بقى بتعرفي تطبخي، ممكن تيجي هنا ايه لحد ما اشوف العصير اخباره ايه. هنا بقى احنا قطعنا. الله على الفريق المتعاون ده. فريق متعاون جدا. حط الجوافه في مكانها. حطيتوا اللبن؟ حطيتوا سكر؟ بجد؟ نتاكد بقى ان الخلاط محطوط صح. بس ده بروفيشنال عصير يا جماعه فهو عارف كويس قوي. انت مسؤول عصير في البيت ها؟ عملت العصير ده قبل كده؟ انا كمان بعمل عصير. انت كمان؟ عملته قبل كده؟ طيب يلا بينا. يلا هنضرب. اضرب. انا بس. حلوه قوي حلوه قوي كده. حلو كده. الشباب جهزوا العصير هيصبوه بقى في الكوبايات
ونشوف هنا بسرعه الزبده والقشطه. برافو يا ست البنات. نعمل ايه؟ نحط ايه بعدها؟ نحط اللي احنا كنا مجهزينه ده على النار من قبل كده. ولازم بصوا بقى لازم نقعد ايه نقلب نقلب واحنا بنبصوا. بصوا التركه دي. بصوا بصوا انتوا كمان ممكن هناك تبصوا عشان ايه تعلموا. تفتكروا ممكن تعملوا الاكله دي في البيت؟ اه انا شكلها. طب انتوا عارفين هي مليانه ايه؟ تفتكروا ايه؟ فيتامين حديد. حديد. عارفين الحديد مهم ليه لجسمنا؟ ليه؟ مين عارف الحديد مهم ليه لجسمنا؟ عشان نكبر. علشان نكبر. نكبر. وعلشان بيحافظ على العضلات بتاعتنا وجسمنا. وعلشان بيحافظ على الوظائف بتاعه دماغنا. نبقى مركزين ونفكر احسن ونبقى فريش اكتر. وكمان مهم قوي بقى ان احنا مثلا نبقى ما بيجيلناش انيميا، عشان الانيميا دي مش حاجه كويسه خالص للاطفال. طب ايه هي ليه ريحتها زي ريحتها شبه الريحه؟ اه ريحتها زي الايه؟ زي بسكوت كده. زي البسكوت كده واحنا لسه ما حطيناش البسكوت من كتر ما هي ريحتها لذيذه. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين انا بحط حبه حبه، وده مهم جدا جدا ان هو يبقى بيحصل عشان البلاندنج. يا اولاد مين هيساعدني هنا؟ شكرا يا ست البنات. ايه اللي بعده؟ يلا حط اللي بعده. ايه؟ اي بسكوت. العصير خلص. رغم ان احنا لسه ما حطيناش البسكوت. العصير خلص. العصير خلص؟ طيب ماشي هجي لكم بقى لسه هنعمل البوز مع بعض. يلا انت خايف اهو كده عشان ما تبوظهاش. ايوه. طيب قولوا لي بقى لما بتساعدوا في البيت بما انكم كلكم بتعملوا عصاير وطبيخ وكده، هل بتنضفوا وراكم ولا بتسيبوا المطبخ كله فوق بعض وماما اللي تنضف؟ بصراحه يعني نبتدي بالاستاذ تايم. انا مامتي مش بتخليني انضف المطبخ. ليه؟ طب انت بتوفر يعني بتعرض عليها؟ لا زي انا قلت لها هنضف المطبخ قالت لا. اوكي ده يعني هي بس يعني هي يعني عايزه تريحكم، بس انت ممكن تريحها مره يعني. طيب انا عرفت بقى ان حاله بتضحك شايفاكي. تضحكي ليه يا حلوله؟ مفيش يعني عادي جدا ما بعملش حاجه. ما بعملش حاجه؟ ماشي. طب تعالي بقى يا استاذه حاله هنحط بقى ايه اخر المرحله دي اللي هي التمر. تمر. نحطه في النار وهنحط عليه اخر حاجه معانا. اتفضلي. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ فانيليا. فانيليا. ايوه شكله سكر. وقرفه. حط دي. هي دي هتحط فين؟ حطها اهي هنا اهو. ده برضه تبعكم. حطي شويه شوكليت طبعا. يا سلام. تعالي بقى هنا يا ست البنات قلبي لحد ما كله يخش في بعضه. نيجي هنا للشباب نشوف العصير. الله انتوا شربتوا عصير ها؟ لا لا لا. طب ما جربتوش ليه؟ لا عادي يعني جربوا كده. اه احنا بنشربه عشان نجرب. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا تشاف؟ تمام؟ تمام حلو تمام قوي. تمام حلو قوي؟ طيب بصوا بقى احنا دلوقتي الاستاذه حلا بتحاول انها تبقى بتقلب، هنفضل نقلب 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 لحد ما ايه؟ هعمل لكم بقى مفاجاه، لحد ما كله يجت بلندد في بعضه او يتقلب في بعضه فتبقى في الاخر الشكل ده على النار. اوكي؟ احنا بقى هنقلب باعتبار ما سيكون وهنفضل نكمل، بس تعالي نوطي النار هنا عشان نشوف بقى هنعمل ايه. بعد الخليط اللي انتوا لسه شايفينه حاصل ده بتطلع زي دي بالظبط. أوكي؟ اوكي بنعمل بيها ايه؟ هقول لكم حالا احنا بنعمل ايه اصلا. بنعمل كرات. كرات الطم. يعني بنعمل كور يعني بنعمل ديت بولز. فبالتالي كله بقى كله بقى كله بقى نعمل ايه؟ هشوف واضح. ايوه انت هتشوف وهتعمل حبيبي. هناخد بقى ايه؟ بص بقى انا هعمل واحده وانتوا باقي. اوكي ايه ده احنا هنعمل بانكيكس؟ هنعمل بول طبعا. امال ايه؟ دي مش بان كيك دي كرات التمر. كرات التمر واضحه خلاص. بعد ما بنخلطها بتطلع ايه شبه كده. نعمل كوره نحطها في مكانها الحلو. يا سلام لو نزوق شويه مكسرات. مين داخل بقى؟ يلا واحد واحد. يلا خش اديك حته انت. يلا اديك انت حته والنبي حته كده. الاستاذ ايه ملوكي ده المزنوق هنا اتفضل. عايزين كوره حلوه كده يومي كده يومي يومي. الله الله على الحماس. انتوا عارفين يا اولاد ان الاكله دي في الشتاء ايه ده بتدفي بشكل مش عادي؟ يعني انتوا لو عاملينها مثلا الصبح في الفطار هتديكوا طاقه، هتخليكوا تعرفوا تركزوا كويس قوي في الكلاسز وانتوا رايحين المدرسه، وهتدفيكوا بقى لو الدنيا برد ما اقولكوش دفى ما بعده دفى. طبعا 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 ينفع تعملوها لنفسكم وتحطوها في اللانش بوكس وتبقوا بتساعدوا ماما في ان انتوا تعملوا اللانش بوكس بتاعكم. ممكن كمان ناخدها فين؟ تمرين. مين بيلعب رياضه؟ انا انا. انتوا بتلعبوا رياضه قبل بقى التمرين ما اقولكوش بقى الطاقه بتاعه التمر قد ايه لذيذه وفي نفس الوقت اتس فيري يامي صح؟
ايه ده؟ خلاص خلاص وبسيطه جدا. خلصنا؟ اه. الله ادوني بقى مكاني كده. الله الله، مين الكره الحلوه الصغننه دي؟ انا. انت ماشي حلوه جدا جدا كده. انا الكره الكبيره بكده. نبقى احنا جهزنا. تعالوا بقى نحط دول كده. جهزنا اطباقنا النهارده وعندنا عملنا ايه؟ قولوا لي. عصير و عصير ايه؟ خوخ. ده خوخ؟ جوافه. انت بقالك ساعه بتدي جوافه. ده عصير جوافه وعملنا ايه؟ كرات طمر. احفظوا بقى كرات الطمر دي يامي ولا ايه؟ تيجوا ندوق. ماشي يلا ندوق. يلا كل واحد ياخد. انا فاضله ياخد. اتفضل يا استاذ اتفضل. انا كمان. يلا. طيب فاكرين بقى قبل ما نختم عايزه افتكر معاكم حاجه مهمه قوي. فاكر لما انا سالتك اكتر حاجه بتهتم بيها في اصحابك ايه؟ قلت لي ايه؟ يكون جدع. يكون جدع. وايه كمان؟ جدع يعني يعمل ايه؟ ما يطلعش السر بره. اوكي. طبعا بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. مظبوطه جدا صح؟ صح. وكمان بتدي طاقه زي ما قلنا. ناخدها في اللانش بوكس، ناخدها في التمرين. احنا دينا عملنا حاجه سهله وبسيطه ومفيده جدا جدا جدا. تيجي بقى نروح نعرف يعني ايه السر؟ يعني يلا هنروح نعرف دلوقتي يعني ايه سرك في بير او يعني ايه تكمان السر. بس اعزائي المشاهدين انا هروح اكمل اكل واقول لكم ان كده نبقى وصلنا لغايه نهايه رحلتنا النهارده مع الاسرتين الامارات دول. واتمنى تستنونا في رحله جديده من رحلاتنا السعيده. باي باي. باي.